شمال غزة مجاعة، نفسي أشرب حليب وأكل بيض زي باقي الأطفال. عندنا أناس الآن يصابون بتخمة، يصابون بأمراض بكثرة الأغذية التي يتناولونها من السكريات والحلويات ونحوها، وفي فقراء في المجتمع نفسه لا يجدون خبز الشعير. نفسي أكل خضار، ونفسي أكل فواكه، نفسي أكل لحمة، نفسي أكل دجاج. عندهم ناطحات السحاب من الثراء الفاحش والسيارات الفارهة والموائد الشهية والبهية من كل ما لذ وطاب، وأناس يعجز الواحد منهم أن يجد لحما في الشهر ولو مرة. فين خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟